مثلت مسألة التغيرات المناخية والتعويض عن الأضرار الناجمة عنها محور مشاركة نبيل عمار وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج في المشاورات الوزارية التي انتظمت بنيويورك حول تفعيل صندوق الخسائر. ولدى مداخلته في الحوار التفاعلي حول هذا الموضوع أبرز نبيل عمار أن تونس تعد من بين الدول الأكثر تضررا من التغير المناخي الذي أصبحت تداعياته تهدد أمنها المائي والغذائي وتعيق جهودها التنموية بصفة مباشرة، وأن التعويض يعد مسألة محورية بالنسبة للدول النامية من أجل تحقيق العدالة المناخية وفق مبدأ المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة، داعيا في هذا الإطار إلى تفعيل صندوق الخسائر والأضرار من خلال الإسراع في وضع الترتيبات الإجرائية لدخوله حيز التنفيذ في أقرب وقت ممكن، كما دعا الأطراف المانحة إلى رصد الاعتمادات الكافية لتفعيل هذه الآلية وتبسيط إجراءات الولوج إليها بما يتناسب مع الطبيعة الاستعجالية للعمل المناخي ويستجيب للحاجيات العاجلة للدول المتضررة في تعويض الخسائر التي لاحقتها، مشددا استعداد تونس وعزمها على الانخراط بفاعلية في الجهود الدولية في هذا المجال. وكانت أهم القضايا الدولية الراهنة ومختلف الأزمات المتداخلة التي يشهدها العالم اليوم وانعكاساتها خاصة على الدول النامية محور المباحثات التي أجرها وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار مع الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، وسجل الجانبان تطابق وجهات النظر حول ضرورة وضع مقاربات جديدة تقوم على المعالجة الجذرية وعلى التضامن والعدالة لمجابهة مختلف التحديات خاصة في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة.